بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الآية صريحة بأن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نذكره، فأصل الذكر من المستحبات والمندوبات، بل يكون الذكر واجبا في الحالات لها في مواردها. والذكر هو ما يشتمل على التكبير أو التسبيح أو التحميد أو التهليل. فالتكبير مصداق من مصادق الذكر، التحميد، التسبيح، التهليل، هذا من مصادقه. بل المستحب هو الإكثار من الذكر، وليس فقط الذكر العادي الميسور، بل يستحب للإنسان أن يكثر من الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن أظهر مصاديق الذكر الكثير بحسب ما ورد في الروايات هو تسبيح السيدة الزهراء سلام الله عليه، فإن الروايات أشارت أنها مصداق لقوله تعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا. معنى ذلك من يسبح تسبيح الزهراء فقد امتثل أداء الذكر الكثير، فحقق الطلب بالذكر، وأيضاً حقق طلب الإكثار من الذكر. ولهذا وردت روايات كثيرة تبين فضل تسبيح الزهراء عليه السلام. ومن تلك الروايات أن ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح الزهراء سلام. يعني أفضل أنواع التحميد والتهليل والذكر هو تسبيح الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرت الروايات العديد من آثار التسبيح، منها أنه موجب للمغفرة، منها أنه موجب لدخول الجنة، منها أنه موجب لرضا الرحمن عز وجل، منها أنها موجب لطرد الشياطين، يبعد الشياطين والوساوس، منها أنه يوجب حصول السعادة في كل شيء. تريد أن تحصل على سعادة إلزم التسبيح. في بعض الروايات ما لازمه مرع فشقي، يعني الإنسان الذي واظب على تسبيح الزهراء لا يرى الشقاء في كل شيء، في علم، في عمل، في حياة، فواظب على شنو؟ التسبيح للزهراء سلام الله. منها أنه يطرد الرؤى والأحلام السيئة. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام يشتكي منه أنه يرى أحلام مزعجة، فأمره أن يلزم تسبيح الزهراء قبل النوم، قبل أن تنام سبح تسبيحة الزهراء. ومنها أنه يوجب تسكين الآلام، الآلام اللي أنت تشعر بها. من آثار تسبيح الزهراء أن يسكن الألم. فجاء رجل الإمام سلام الله عليه يشتكي منه ألم في الأذن، فقال: عليك تسبيح الزهراء. فهذا أيضا مجرب، الإنسان إذا اشتكى من أي ألم، عضو، رأس، أذن، عين، عظام، سبح تسبيحة الزهراء سلام الله عليها، فتجد هذا الأمر. إذن هذه من آثار تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. أما كيفيتها اختلفت الروايات، ولكن المشهور هكذا: التكبير 34 مرة، ثم التحميد الحمد لله 33 مرة، ثم التسبيح سبحان الله 33 مرة. هذا المشهور، وإن كان البعض أشار إلى العكس: التسبيح ثم التحميد ثم التكبير. على كل حال، أما محل التسبيح، متى، في أي زمان يستحب التسبيح؟ الروايات الكثيرة دلت على أنه يستحب التسبيح دبر كل فريضة، بعد كل فريضة يستحب أن تسبح تسبيحة الزهراء، وأن تسبيح الزهراء بعد كل فريضة أفضل من صلاة 1000 ركعة. شوفوا، لهذا البعض مثلا قد يترك التسبيح يقوم يتنفل، لا، عليك أن تسبح أفضل من أن تتنفل، والجمع أكمل، لكن التسبيح أفضل من 1000 صلاة من دون
تسبيحة في اليوم والليلة. واضح؟ وهل يختص الاستحباب بعد الصلوات الواجبة أو أي صلاة مستحبة نافلة أو زيارة؟ نعم، يستحب دبر كل صلاة، مو فقط الصلاة الواجبة، أي صلاة تصليها يستحب لك أن تسبح، بل أن تسبيحة الزهراء هي مستحبة في نفسها، حتى في غير حالة الصلاة يستحب أن تشتغل بالصلاة بالتسبيح، كما أشرت الرواية ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح الزهراء، ولو كان هناك شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله من لابنته فاطمة الزهراء. هذا التسبيح نحلة من النبي لمن؟ ولهذا هذا التسبيح أصله منين؟ من النبي، مو من الزهراء سلام الله عليه، وإنما هو نحله السيد الزهراء، فتسمية التسبيح بتسبيح الزهراء لأنه هو الذي نحله ومنحه، مثل صلاة جعفر، صلاة جعفر الطيار مو من جعفر الطيار، هي ممن؟ من النبي، ولكن نحلها لمن؟ لجعفر، فسميت بصلاة. نفس الشيء هنا التسبيح، لو سئلت من مصدره نقول النبي، وهذا طبعا موجود في روايات أهل السنة، التسبيح هذا مو فقط رواياتنا، روايات أهل السنة كثيرة باستحباب هذا التسبيح. فإذا هنا يقول أفضل ماذا؟ أفضل عمل تقوم به حتى في غير بعد الصلاة هو التسبيح الزهراء سلام الله عليه. آخر شيء، ما هي وسيلة التسبيح؟ شلون أسبح؟ أفضل وسيلة أسبح بها؟ روي أن أفضل وسيلة أن تسبح بسبحة الإمام الحسين عليه السلام، أفضل مسباح أن يكون مكون من طين الإمام الحسين، ومن بعده من طين سيدنا حمزة عليه السلام، كما جاء في الرواية أن الزهراء عليه السلام اتخذت لها سبحة من طين حمزة عليه السلام. إنزين، من بعد طين الإمام الحسين وطين سيد حمزة، هل يستحب التسبيح بمصباح معين أو لا؟ اختلف العلماء، منهم من قال أنه يستحب بأي مصباح، ومنهم من قال، ومنهم السيد السبزواري الله مقام الشريف يقول لا، من بعد تربة الإمام الحسين والسيد حمزة يستحب التسبيح بالأنامل، يعني الأنامل أفضل من المسابح العادية لو دارت، لأن هناك روايات أن النبي صلى الله عليه وآله أمر نساء أن يسبحن أن يعقدن بأناملهن، فإنها مستنطقات يعني ومسؤولات يوم القيامة، لهذا يستحب التسبيح بالأنامل أفضل من المصباح العادي. فالخلاصة أن تسبيح السيدة الزهراء عليه السلام فيه فضل عظيم وأثر كبير علينا.